شو علاقة تيمي تيرنر بدان الشبح؟ أكيد كلنا بنعرف فيلم الكرتون يلي كنا نحضره نحن وصغار، هو الوالدين السحريان. سلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. إذا أنت أول مرة تفوت على القناة اشترك وفعل جرس التنبيه، وخلينا نوصل هذا الفيديو قد ما بدكم لايكات اللي بدكم إياه. أنتوا عليكم بس عم تشوف الفيديو حط لايك دغري، وإذا أنت مش بتابعني على الانستغرام هذا اسم حسابي راح تلاقوه تحت بالديسكربشن، عم نزل كتير ستوريات حلوة، روحوا تابعوني عليه. ما بدي أطول عليكم كتير، خلينا أبدأ دغري بالفيديو. بتبلش القصة انه في ولد صغير عايش مع والدان ما بيهتموا ابدا فيه، ودايما كمان متجاهلينه، حتى اصحابه دايما بيقعدوا يتنمروا عليه. وبيوم من الايام ظهر له ابوان سحريان بيحققوا كل امنياته يلي هو بيتمناها. طبعا هالوالدان جايين من عالم الجنيات عشان يساعدوه ويحققوا له كل امنياته يلي بده اياها. كلنا بنعرف اكيد انه تيمي بس يصير عمره 13 سنه راح يخطفوا الجنيات نهائيا او ابدا من حياته، راح ينسى كل الذكريات يلي عاشها مع هول الجنيات، وراح ينسى كل الامنيات يلي تمناها هو صغير. قبل ما يصير عمره 13 سنه تمنى امنيه، وهي يتذكر كوزمو وواندا يلي هن الوالدان السحريان بعد ما يصير عمره 14 سنه. لكن الوالدان السحريان طلعوا كتاب الامانه يلي هو كتاب القوانين، وبلشوا يشرحوا له انه هذا الشيء ابدا مش مسموح وهو ضد هاي القوانين. كرمال هيك بعد هيدا الشيء غير امنيته واتمنى انه يصير شخص تاني، شخص رهيب وخارق وعنده قوة خارقة، يتمنى انه ما حدا ينساه ابدا، وحققوا له امنيته. وهيك حتى هو صار داني الشبح يلي هو عمره 14 سنة. ولما هو اتمنى انه يكون شخص مختلف اكيد العالم كله تغير، اصحابه واهله والمكان، وحتى عالم الجنيات تحولوا وصاروا منطقة أشباح اللي موجودة بكرتون داني الشبح. حتى إنه كمان إذا قارنا العالمين منلاقيهم متشابهين كتير بالشكل، حتى أمه وأبوه لداني غيروا وصاروا علماء صيادين للأشباح. حتى إنه إذا بتلاحظوا الشخصيات الموجودة بتيمي تيرنر هي نفسها الموجودة بداني الشبح، مثلا تريكسي تشبه بولينا، شيستر بيشبه داش، وإيجي بيشبه طارق، توتي تشبه سام. حتى إذا حطينا صورة داني وتيمي تيرنر مع بعض بنلاحظ إنه نفس لون العيون ونفس شكل الشعر، نفس سماكة الحواجب، حتى إنه أمهاتن وأبهاتن متشابهين كمان بالشكل والتصرفات كمان. فهيك بنقدر نقول إنه تيمي تيرنر هو نفسه بالأصل هو داني الشبح، ولكن صار أكبر بالسن بعد ما تمنى أمنيته الأخيرة. وبس هيك خلصنا الفيديو، ما تنسى اللايك والسبسكرايب. اذا انت مش مشترك بالقناه اشترك وفعل جرس التنبيه، خلينا نوصل 500 ألف باسرع وقت. يلا سلام اصدقائي، ما تنسوا تروحوا تتابعوني انستغرام.